واخا غنجاوب في بلاصه المدرب. هادشي هذا الله يخليكم الاخوان، انا عندكم الهاتف ديالي، عيطوا لينا نعطيكم لا بون انفورماسيون. اني جامي لا بالحق لا بالحق بلاش واش ملي كتخلي عيده فحال دابا ما فهمش حتى فين وكيفاش. بالعكس انا بعدا حكيم هو الكابيتان فهاد ستاج، وبغيت نشكره باسكو اللي كيدير الناس عندهم واحد الشوفه ديال حكيم فحال اللي بصراحه ملي كتصوروه ما كيضحكش بزاف، كيبان لك بحال واحد الولد اللي ديما ملي كاين واحد اللاعب جديد هو الاول اللي كيمشي لعندو كيدخلو في الجروب، ومع ابراهيم دارها وكيتفاهموا بالعكس. واي كويري كيبغي يلعب مع كويري، هادشي اللي خصك تعرف. مع الزرق ما كيبغيوش يلعبوا، دونك بالعكس بجوج بيهم فاهمين، بجوج بيهم باغيين يديروا ليستوار مع المغرب، وبجوج بيهم عايشين مزيان، دونك ما كايناتش هاد العلاقه. وعرف شنو باغي يقول مراد، دابا حنا عندنا فرقه دراري جدادين جايين، وفحال اللي حنا كنفتشوا على البوز باش نديروا المشاكل اللي فين ما كاينش، كلشي غادي مزيان، ربحنا لعبنا مزيان تفاهموا، واش كيبوسوا بيناتهم ولا كياكلوا بيناتهم زعما ما عندها حتى علاقه. هما ملي كيدخلوا كيلبسوا القميص كيبغيو يتقاتلوا على المغرب كيتفاهموا، دونك هادشي غلط.